معكم كريم البدري أستاذ وفنان تشكيلي من أبناء مدينة الرباط، بالضبط من واحد الحي الشعبي اسمه دوار الثوم. شرف لي أستاذي العزيز استضافتك في حي. الفكرة أستاذ على الرسم الصحون المقعرة انطلقت التطبيق ديالها في وقت الحجر الصحي، وقت الوقت اللي كان عندنا الوقت موجود، حاولت أنني نطبقها فوق في المنزل في الصح المقعر ديالي، وضعت واحد الخوخين لواحد العمل على حسب تلك المرحلة، على حسب تلك الفترة، على حسب شنو كان في ذاك الوقت. وضعت الخوخين الأول حاولت نطبقه داخل الصح المقعر، الحمد لله على العطاء، واحد الصيد ديالو زوين وسط العائلة وسط الأصدقاء، لأنني حاولت أنني نتواصل ما بين الأصدقاء عن طريق السوشيال ميديا عن طريق الفيسبوك، وعطار الانتباه ديالهم واستدعوني أنني نقوم العمل ديالي داخل الصح المقعر ديالي. تما فين انطلقت الفكرة ديالي، على أساس أنني نحاول أنني نرد الحي ديالي عبارة عن معرض تشكيلي في الهواء الطلق. الحمد لله أنا في صدد هذا العمل وفي صدد الإنجاز هذا المشروع الصغير ديالي، ولما لا أنه يكون مشروع كبير في دوار الثوم كامل، يشمل دوار الثوم كامل. وكنتمنى أن تطبق هذه الفكرة، لأنه كيحيد يمكن نحيدوا ذاك القبح وذاك الاشمئزاز من الصحون المقعرة التي أصابها الصدى، إلى لوحات تشكيلية كتصر وكتدفع بالأمام في مدينة الأنوار كما خلاها سيدنا الله ينصره، قال أن الرباط تكون مدينة الأنوار. لماذا لا حتى الصحون المقعره نحاول انها تعطي المستوى تاع البصمه لهذا المشروع. انا في صدد الاشتراك في مجموعه من المعارض التشكيليه الافتراضيه عن طريق السوشيال ميديا. الحمد لله الرسم ديالي على الصحون المقعره توج بجائزة الإبداع الفني، بالإضافة إلى العديد من الشواهد اللي حصلت عليها على في المجال في هذه المشاركات ديالي في هذه المعارض الافتراضية. كنتمنى أن هذا المشروع ديالي اللي هو الرسم على الصحون المقعرة يلقى واحد الصدى ويلقى واحد الاستجابة عن طريق من طرف المسؤولين، لأن الأصدقاء والأحباب عجبوهم، وكل جزء والإعلام حاول أنه يوصل الفكرة. كتبقى الناس المسؤولة أنها دير يدينا في يديها، ونحاولوا أننا نطبقوا هذا المشروع في الأرض الواقع، ولما لا أنا نجعل دوار الثوم كامل عبارة عن لوحة تشكيلية أو معرض تشكيلي في الهواء الطلق.